تقول أيضا هناك من يقول إن حجاب المرأة لا يشمل الوجه والكفين، ويستدلون بأدلة لا تحضرني الآن لكنهم يخاصمونني فيها، فنرجو توضيح ذلك لنا لكي نخرج من المأزق الذي نقع فيه عند المحاورة معهم. نقول كما أنها الأدلة لا تحضرها فإنه لا يمكن أن نسوقها في هذا الظرف القصير، ولكننا نقول إن الأدلة على وجوب احتجاب المرأة في وجهها ويديها الأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا تزينوا حمرهن على جوبهن ولا، ومنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وملك ما يؤدي كتابته فلتحتجب منه. ومنها أيضا حديث عائشة أنها كانت تقول: كنا نكشف وجوهنا يعني في الإحرام، فإذا حاذونا أي الركبان أفتلنا على وجوهنا وغطيناها. والأدلة كثيرة وصنفت في ذلك مصنفات متعددة، ومن أرادها فإنها ميسرة ولله الحمد. ومن أبرز من كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وفي تفسير سورة النور وفي غيرها. ما الحكم في لباس المرأة الشرعي حيث أن هناك إخوان أخوات يتركن الوجه مكشوف، ويقولن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء أعرض عنها وقال لها: المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف سندا وضعيف متنا وفيه انقطاع أيضا، فلا يجوز أن يكون حجة تثبت به أحكام شرعية مهمة كهذا الحكم. وليس من المعقول أن تدخل عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بثياب رقيقة يرى من ورائها الجلد، وهي من هي في دينها وعقلها، ومدخول عليه من هو، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول إن هذا الحديث باطل متنا وضعيف سندا وليس بحجة. نعم.